والخدمات اللي احنا بنتكلم عليها، وده كان موجود قبل الحرب وتحول الان بعد حدوث المصادمات العسكريه دي الى تفاقمت الازمه وجي غطى عليها مرض الكوليرا. ولو احنا مش هنقعد نفكر نشتغل مع بعض ازاي، انسوا ان هتبني مجتمع مدني، وانسوا ان هتساعد الناس، وكل واحد فينا هيغني على ليلاه، وهيكون كميه اهدار الاموال والجهد والوقت غير عاديه، الاموال والجهد والوقت غير عاديه. واللي احنا بنتكلم فيه النهارده هو غير جدا من الدعم اللي عندنا. وبالعربي يا اخوه ويا اخوات، لو ما عندناش النيه خلاص، لو في مجموعه ثلاث جمعيات او اربع جمعيات عندها النيه انها تشتغل تبدا خلاص، وياتي الركب بعد كده. ما احنا بنبص لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كانت اول من الشخصيات اللي هو المستقلين مش من اعضاء الجمعيات، يبقى 75% من اعضاء الجمعيات و 25% من اللي هم المستقلين، عشان يكون في توازن، بحيث المستقلين دول عندهم افكار مختلفه عن افكار اللي هي بتاعت الجمعيات نفسها. فنرجع للنقطه الاولى اللي هي نقطه الصفر مره ثانيه، مفيش مشكله نرجع مره عشان نبدا، مش عيب ان انا اخفقت مره واثنين وثلاثه وبرجع نفسي فببدا مره ايه ثانيه. وانا هترك الامر ليكم انتم، علشان هنا بقى هنحط النية على الترابيزة، في نية نشتغل. طب مين يحط ايده في جيبه ويشارك، ونحط مثلا كوردينيتر او اوفيسر بارت تايم يجمع المعلومات واحنا عملنا حملة على صفحة الفيسبوك بتاعنا عشان ننشر نبأ حدوث مرض الكورة ده، فوصلت لحوالي 1.25 مليون. وكتبنا وعملنا بعض الفيديوهات الصغيره وارسلناها، وكتبنا رساله للامين العام للامم المتحده، وجالنا الرد منه، وكان احد الردود البوزيتيف اللي هو زياره ستيفن اوبراين لتعز مش عارف من شهر او كذا، ده كان كله تمام. عمل ايه في صنعاء في اليمن؟ هو عمل اجتماعي، وده اصعب بكتير جدا من العمل الانساني، فرق كبير جدا من الهيومانيتيريان وورك الهيومانيتيريان ريسبونس والسوشيال ريسبونس. احنا كلنا شاطرين جدا في العمل الانساني اللي بناء على الكوارث، تطلع في التلفزيون، تطلع في الاعلام، تطلع في كذا، فالناس تدي فلوس، فتلاقي الميزانيات بتاعت الهيومن ما تقدرش تخرج منه اي يعني ميزانيه عشان تساهم بها. هذا تصوري والله اعلم، يمكن هم يقدروا يفيدونا اكثر. يعني مثلا انتم جهات منفذه، فبالتالي لما يكون معكم فلوس يكون معكم فلوس حق متبرع اصلا مخصص كامل. الغابه دي اصبحت بعد 100 سنه اشترك فيها البشر في زرع البذور، اشتركت الطيور في نقل البذور من شجره لشجره ومن ارض لارض، الحيوانات اكلوا الثمار وراحوا اخرجوا بذور هذه الثمار في اماكن مختلفه. فشوف لما تمشي الشجره سوري الانسان والحيوان والطير والحشره، تحولت هذه المنظومه المجتمعيه الخلائقيه. المنظومه الخلائقيه يعني ايه؟ الخلائقيه مش الانسانيه، لان الانسانيه قاصره، الخلائقيه شامله. الانسانيه ترجع العمل للانسان، اما الخلاقيه فترجع العمل للخالق. انسانيه ترجع الايه؟ الخلق للانسان، هو صاحب القرار ابدا. فلابد نغير الانسانيه دي الى خلاقيه. دي ورقه انا كتبتها والجماعه المسلمين في مينيسوتا في امريكا شتموني وكانوا هيضربوني، واللي دافع عني استاذ جامعي في جامعه مينيسوتا قال لهم انتوا مش فاهمين الراجل بيقول ايه. الكلام ده من 11 سنه. يعني انا بشيل كانش عندنا ترابيزه يا ريس، كانش في الانترنت ولا اباف نت ولا داون نت ولا مش عارف هتطلع على كده ايه. انا انالوج مان، عارفين انالوج يعني ايه؟ ما زلت انا بكتب بايدي، عندي لابتوب وعندي ايباد وبرضك بكتب ايه؟ امبارح كملت الكتابه بالليل عشان كده طنشتك من في العشاء. بيقول لي انا ما جبتلكش العشاء امبارح، قلت انا مش فاضي له، انا كنت قاعد بكتب. عشان كنت بكتب ورقه اسمها ايه؟
اسمها هل العمل المدني في المنطقة العربية انتهى ولا لا؟ انا بقول لا، هو بادي وماشي الحمد لله. فنرجع مرة ثانية ان احنا بعد 34 سنة اصبحنا ما نحن عليه الان. انت اتكلم انت الإغاثة الإسلامية، كنت انا لا احلم من 33 سنة ان يكون الإغاثة مكتب هنا في عدن، بالرغم ان انا كنت احلم باليمن من 34 سنة، لكن ان ترى الحلم حقيقة واقعة ده شيء تاني. ان ترى الحلم حقيقة واقعة في امريكا وفي اوروبا كلها، الدول اللي في اوروبا وفي دول افريقيا وفي اسيا، ده حاجة تانية. كل واحد منكم كلكم بجمعكم تستطيعون ان تؤدوا احسن مرات ومرات ومرات من اللي حصل قبل كده. مش انا وانتوا اتخلقنا بنفس الطريقه، انت ليك ام وانا ليا ام، وانت ليك اب وانا ليا اب، طيب وابويا وام اتجوزوا فخرجت انا من رحم الزواج ده، وانت خرجت من رحم الزواج ده صح، وانت خرجت من رحم الزواج، خلاص كلنا خرجنا من رحم الزواج. انت اولاد كام؟ ايه اولاد 9 صح؟ في حد من اولاد 20؟ 7. ها في 7 ممكن 7 8 9 ما فيش مشكله. يعني هي اسمها ويل للمقيدين ولا للمطففين؟ ما تقيلوله بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد اللي احنا بنعمله قبل القيلوله. فلذلك البدايه كانت بسيطه جدا، بس ده اجابه على السؤال اللي قاله الاخ عبد الرحمن. احنا بس عايزين البدايه. اتفضل. لو يتم استعراض الاهداف اللي احنا عليها في الاجتماع. طيب خلاص عندكم الورقه؟ لانه هذه بقت شكل تبعتوها عنده؟ طيب عنده اللي في المحضر؟ لا، احنا نتكلم عن الاجتماع الاول اللي كان في مايو. لو كان في مايو اهداف رئيسيه هذه كل الاليات، يمكن اليات اخرى اللي كانت في الاجتماع السابق انه الائتلاف، بحكم انه وضعت الائتلافات من ايام الحرب كانت ماشيه، يعني عندنا في تجارب كثيره موجوده بعضها لا زال قائم بعضها انتهى، أو أي شكل آخر من أشكال التنسيق والعمل اليمني. يعني هذه بتكون خطوات عملية نحن ندخل فيها. وطبعاً الانضمام طويل. يعني من يريد أن يرى بهذا الشكل الآلية هذه أو الأهداف هذه كان. الآلية دي مهمة. أنتم عايزين الآلية يكون شكلها إيه؟ ده النقاش اللي إحنا قاعدين نخش فيه. وعايز كل واحد فينا بعد إذنكم يقول إيه هي الآلية؟ جزاكم الله خير. لو احنا اتفقنا على الآلية بعد كده الأهداف سهلة، هنقول نبدأ بألف ولا ب ولا ج ولا د، ولا نبدأ بألف وب أو بج ود أو بح وعين إلى آخره. يبقى هنتكلم دلوقتي يا شباب عن الآلية. أول حاجة احنا عايزين آلية للتنسيق ولا لا؟ اللي عايز يرفع إيده، اللي مش عايز ما يرفعش إيده. التنسيق احنا عايزين آلية للتنسيق منا ولا لا؟ حد يكتب الجلسه، مين اللي هيكتب محضر الجلسه؟ محضر الجلسه يكتب النقطه. وانا اثق في اخونا واثق في اي الاخوات من تاني، لان الاخوات حفيصات، حصيفات ولا حفيصات؟ حفيصات. انا مش فاكر حفيصات. انا مش عارف اين دور المنفذين؟ ده هيجي في التفاصيل بعد كده. احنا لسه بنتكلم على عنوان الدكان او اسم الشركه. بعد كده هنخش بقى الغرفه دي فيها بتاع اعلام، الغرفه دي فيها بتاع تنميه موارد، الغرفه دي بتاع التنميه البشريه الى اخره. فاحنا قلنا ان احنا عايزين دكان، والدكان ده سميناه التنسيق صح؟ يبقى عايزين التنسيق يكون له اليه. خلاص لسه ما اتكلمناش عليها. ايه الاليه اللي انتوا عايزين تتبعوها؟ فكلكم تدلوا بدلوكم، لكنكم كلهم عندكم خبره اكتر مني انا، خاصه في اليمن. كل ما يجيبوا له قضيه يتكلم فيها يقول لهم ايه؟ هاتوا الخريطه. فاكرين انتوا يا بنات؟ الرجاله ما بيفكروش بانهم بيقيلوا كتير. فدي الاليه، اول شيء في الاليه اللي هو الجغرافيا. هننزل احنا شبوه. هننزل احنا نشتغل في عدن. هنشتغل في صنعاء. هنشتغل في دمار. هنشتغل في صعده. هنشتغل في ابين. هنشتغل في اب. في الحديده. يبقى عندي خريطه الحديده. وبعدين لما نخش في خريطه الحديده، الحديده فيها ايه؟ احياء صح؟ ومديريات وشوارع وحارات. طيب يبقى احنا هنتكلم على الجغرافيا.
داخل الجغرافيا او داخل الآلية بيبقى فيه قطاعات عمل بتاعنا، نحط خريطة العمل. خلاص احنا قلنا دي جغرافيا اهو، خريطة العمل في قطاع صحي، في قطاع غذاء، مياه، وهكذا. نحدد كل واحد، مفيش حد ميزانيته مليون ريال يقول لك انا بشتغل في كل حاجه. انا اقول له ايه؟ اركن على جنب. ما انت بتكلم واحد، ها؟ ما انت بتكلم واحد اسمه مبروم على مبروم، ها؟ مبروم على مبروم ايه؟ لا ده مش محافظين، دول غلابه قوي. انا هجيب لكم الفنكوش. مبروم على مبروم ما يرولش رول، ها؟ فسكت فكش. تيجي تقول 2 مليون 3 مليون ومغطي عدن حتى، اقول لك كش، فنكوشك مش هيتباع عندي، لان انا بعمل فنكوش، انا بصدر فنكيش. زي ما واحد بيقول لي احنا احسن بورتا كابن اللي هي البيوت المتنقله دي، وبنجيبها ب 4000 دولار عشان بعد كده لما العائله السوريه تاخدها معاها وهي راجعه. بابا هو لبناني وانا فنكوش مصري. قلت له بقول لك ايه، اتفك البورتا كابن انتهى، في تلج وفي مطر وفي ميه، انت بتستر عليا. قلت له استر عليك ايه؟ على المدى تضحك عينك كده واستر عليك؟ فعشان هو ال 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 علشان البورتكاون بتاعه اغلى شويه ب 1000 دولار، انتهى الاخرين والتعلم منهم. وبعدين نجد هل ده مناسب لينا ولا مش مناسب؟ ممكن احنا نعمله في بريطانيا ما يكونش مناسب لك في اليمن، لكن معرفتك بالشيء ممتاز تكون عارفه يعني. يبقى ان احنا ما نبداش من الصفر، ما نستحدثش حاجه جديده. طيب ايه تاني؟ اتفضل اتفضل. تقسيم المؤسسات وفق القطاع اللي يشتغل فيه. اليون او الاثنين بتوع الغذاء والتعليم كانت شريك لي، وانت لما يجي لك حاجه في الميه تديها له. تقدروا تعملوا كده؟ لا. ها؟ لا لا ما فيش مشكله، انا مش لان هو كان متميز، هو قد يكون احسن جمعيه في اليمن انت في السانيتيشن اللي هي بتاع الصرف الصحي. وانا ما عنديش توصل لاقل مستوى، يعني الشباب اللي هم مدرجين ضمن المجتمع عارفين ايش مشاكله، عارفين ايش توجهات الشباب وحتى احتياجات المجتمع. بعض الاحيان تكون عندنا مشكله ولكن يمكن يضخمها الاعلام مثلا، عرفت كيف؟ صح. او تكون ماهيش بالتدخل المطلوبه ولا في حاله الطوارئ، لكن انت لو نزلت للمجتمع ودخلت ما بينهم بجد انت بتوفر على نفسك، يعني ممكن تكون جهد، ممكن مال، ممكن صرفيات كثيره جدا. يبقى انت بتتكلمي على الاستعانه بال، ده جزء من ايه؟ من الخريطه، اتكلمنا على الخريطه قبل كده. طيب ايه تاني عندكم؟ الامن. ها؟ الفرق الامن، يعني لازم يكون لما ننزل الفرق تكون امن، من بنحتاج الامن؟ مثلا الان احنا حرب في مناطق مهمشه بدارسه مثلا، منطقه ما تقدرش تدخلها لانك خايف هذول الناس يضربوك، لانك انت صاحب منظمه. كيف نضمن مثلا ماسح الامن؟ تامين اللي هم تامين الموظفين والعاملين قبل كل التفاصيل احنا بنتكلم فيها. تحديد هدف حسب الوضع، حسب الدعم المادي. انا عايز نجيب دعم مادي، عايز نعمل مثلا نفرق واحد مثلا لمده يومين في الاسبوع. عارف شكله في كام ده بارت تايم؟ لو موظف سكرتيريا بارت تايم تنسق تبعت الحاجات تتكلف كام؟ 50,000 يعني شهريا قصدك؟ يعني 50 حوالي 150 دولار. 100 لو احنا هنقدر نطلع 150 دولار شهريا لمده سنه، هنبتدي نحط اول بذره في اليات التنسيق اللي على الاقل مراسلات بيننا وبين بعضنا. العشر جمعيات اللي موجودين او 15 جمعيه دول، ما تقدرش كل جمعيه فيها تدفع 20 دولار في الشهر؟ وعشان كده هنقول نيه المنسق والمشارك. لو مش هقدر ادفع 20 دولار يبقى انا بجد ضيع وقتي، والمشروب ده اديهولك. تعرف ليه؟ لان انا جاي ضيع وقتك. بالك؟ لا
انا مش هدفع ال $20 اخونا اللي لابس قميص احمر وبعدين حضرتك. يبقى اول حاجه اللي هو الايه المال، المنتدى الانساني او شبكه نماء، ونطلع منها الاهداف اللي احنا هنتفق عليها. بس قبل كل ده اللي هيعمل الموضوع ده اما سميه او عبد الله، صح؟ اسمه عبد الله. من غير سميه وعبد الله الدنيا لا هتكون ربيع ولا الجو بديع ولا في مواضيع. بما يعزز الشراكه والتعاون بين منظمات المجتمع. يبقى على الاقل احنا بس ما اتكلمناش على الدقه دي، قلنا كمان بطريقه مبطنه ان هو هيكون عنده بيشتغل في الميه وانا مش واثق فيه، فانا هشتغل من وراه برضك في الميه. بس ثقه مهمه جدا بناء على القضايا اللي اتكلمنا عنها انا هو، وبعدين اللي هو المساهمه في رسم المستشفيات اللي بنتكلم عنها. واخد بالك؟ انتوا وافقتوا المره اللي فاتت على ثلاث اهداف، عندك ثلاث اهداف.